بتغني برافو يا عيسك محلى صوتك عيسك بيه حسين حضرت حاجه جديده من قبل ما نبدا نحب نقول لك اللي انا معايا برشا عباد ما اشوفهم حتى حد وما يسمعهم حتى حد كان انا بيه جنون معناتها لا لا مو جنون ما يسمعهم حتى حد ما يعرفهم حتى حد كان انا معناتها انا برك اللي نجم نتعامل معاهم عباد هذوما يعاونوا فيا برشا في الخدمه ربي يستر لي لا بيه قبل ما نبدا تروح من الحوار التونسي تو معاش الوطنيه البلاد هذيا نعرفها هكا كلكو بار يعملوها لا 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 بالحق عند زعيم يعملها البلاد هذيا هكا نتاع شو باش يطلع لي جن تو شو باش يطلع لي هكا انت تو نعرفش ورا البيانو فما حاجه برا برا قبل ما نبدا ساعه عندي هنا جواب انفلوب دخل يديك دخل يديك ما تخافش عادي انفلوب من الماء باش نحي له الكل وباش نسكروا داكوردو باش نخلي له اوكي باهي حسن قلت لك السيده ذي اللي معايا يعاون فيها برشا برشا معناتها تنجم انت حاجه عندك شو اسمه؟ انا ما يعرفها حتى حد عنده اسم لا 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 مانيش مسميه باش ما سميه انت شوف عندي لهنا كتبت برشا حاجات وتويتهم وحطيتهم وسط السايت داكوردو ترى حسن باش نعملوا تيست دخل يديك ترى اجبد اي ورقه حط الميكرو كان تحب على الكوردو ترى حلها مثلا كافي ترى اجبد ورقه اخرى جوست تيست صغير باش هاي كافي داكورد اجبد ورقه اخرى هاتوها داكوردو دونك برشا حاجات هكا ولا ايه اتوها سامحني بعدين ورجعها سيب دونك برشا حاجات موجوده باه نحبك دخلي لي تهز ورقه وازاخ وتحلها انا ما نشوفهاش ما نعرفهاش باش ناكد لك اللي السيده هذيا معايا ديجا قاعد يسمع فينا وقاعد يشوف فينا اسمح لي قاعد ترى شنو هذا؟ شوف عنده جنون تدفن باخفي ترى حل اخذي تزوز وحده شوفها شوفها وريها الكاميرا سكر انا ما نشوفهاش سكر قلت لي ديجا باه باه انت اخترت مش مشكل انت اخترت ديجا باه انا ما نعرفش انت باش تهز السكر هكا ولا السيده هذيا باش يوفر لي توا السكر معناتها انا يجي ادخل ما تخافش باش ندخلوا من عنده اوكي هو عطاه لي في البدايه وباش نصبوا صفقوا عليها شوف باش نعاود نرجع هكا سكر ترى خذوا من عند حسين ترى خذوا من عندي كنتو ترى هزوا عند حسين تحكي مع صاحبك انت تو انا نحكي معك ليه عاد ما تمسش سامحني حسين امروا بربش شويه شو دخل يديك المكتوب كره حطوا لك غادي حطوا غادي شوف بعد انت تحب تقول لي اللي فما السكر في جيبي تو هو انا نقول لك راه حط السكر تو غادي شوف خويا معطي هو يحكي بجد ما عندي سكر في جيبي انا تو شوف انا نتبعه هو السكر عندي سكر في جيبي تو انا هو سكر صحيح انا عايشه كمان شو شوف ام بوسيبل ترى اسمعني مش كوبي كوبي شنو مش كوبي ديريكت مش كوبي اليوم لا كوبي وري زيد خرز او لا لا زيد خرز معناتها اذا فما ازمه سكر في البلاد نمشيو وين حطيت البقيه؟ كله حطيت في جيب حسين ولا؟ يا عندي شنو هذا كل؟ تعرف وين حطوا البقيه؟ بعدني انت بعدني شنو؟ في كاميرا كاشي وش الحكاية اليوم؟ لا بالحق شنو؟ شوف حسين كاميرا كاشي برافو والله برافو وسيم برافو وسيم مش سكر حطيته في جيبي تو قول الحقيقة خويا مش انا هو ديما يعمل حاجة تزلع ما تصدقش اللي نقول لهم معايا شكون ما يصدقوش بيني كل مرة نظهر فيه في الصورة برافو توكا يعطيك الصحة ميرسي برافو ميرسي طب بس بون سوغي 6 جي في انا ويوسف حسين شنو هو اش رايك فيه؟ انت خفت اكثر منا ثبت الجواب وجواب فارغ راهو بالحق فارغ راهو مش جيبي بالحق فارغ فهمتش انا
شقاولك؟ طلعش يتعدى بالسرقة حتى كاين دوكا سي بيان سي تري بيان يعطيه الصحة ويسير.